وانتوا بقى ايه اللي مصحيكوا بدري قوي كده؟ يوسف فين؟ صوتك معلش. اي حركة خيابة هقتلك عادي جدا، وانت عارف كويس قوي ان انا ممكن اعملها. عايز ايه يا يوسف؟ عايزك تخرج معانا بشويش كده لحد العربية، هتدورها وهتخرجنا بره المزرعة من غير ما حد ما يحس بحاجة. اوعى شطانك يوزك عشان ما ازعلكش يا منتصر. امين. وبعدين؟ سيب بعدين دي اللي بعدين. يلا معايا. اديني يا سيدي خرجت وفتحت شبوقي بكلمة. عايز ايه يا يوسف؟ عايز الطبنجة اللي معاك. ادي الطبنجة يا سيدي. على فين يا يوسف؟ على فين؟ بعد المطب ده اركنك. لسه قدامك فرصة يا يوسف انك تعقل. محدش بيهرب من هيئة عسكر يا يوسف. اركن يا منتصر. اركن. بس حلو قوي كده. انزل. انزل يلا. اركب مكاني يا ايمن. طلع موبايلك. خلاص كده يا يوسف؟ خلاص. خلي بالك من نفسك. أنا خارج يا حبيبتي، عايزة حاجة؟ أنت نازل تصلي الجمعة؟ مش بغرض دعاية ولا كاميرات المرة دي. أنا رايح أدعي ربنا يكون القرار اللي خدته هو الصح. أنت خلاص قررت تقبل عرض حافظ؟ في الظروف اللي أنا فيها دي مش شايف غير فرصة، وجت في الوقت المناسب. ولا ده فضول عشان تعرف مين اللي سرب خبر رباب؟ مش ده السبب الرئيس، لكن منكرش المهم. ولو تميم بريء زي ما حافظ بيقول، يبقى احنا لازم نعرف ان احنا ظلمناه. طب هتقول ايه للناس؟ كلم حافظ بس الاول واقول له انه موافق، وبعد كده نعمل اجتماع في مقر الحمله ونفكر مع بعض. كمال قدم لي استقالته امبارح تضامنا مع تميم. كويس انها جت منه. الركب بقى والباقي على بيت شباب الحمله اللي هياخد فيا صدمه جديده بعد سلسله من الصدمات. صعب علينا عليها قوي. طب ما في وقت. فكر. القرار انا اخدته خلاص. ويا ريت بقى قبل ما ارجع من الصلاه تكوني فكرت لنا كده في ستيتمنت لطيف اقدر اقوله للناس. انا عمري ما شفتك مصر على حاجه كده. عشان هو ده الصح يا نسمه. يا دوبك على الصلاه. عن اذنك. هربوا منك؟ هربوا يا فارس بيه. لقيته بيهددني بسلاح وخد العربية وهرب. سلاح. عموما حسابنا بعدين. أمال أمه فين؟ تحت إيدينا يا باشا. هاتها لي. أمرك يا باشا. طيب إحنا نروح فين بقى؟ ما تسألنيش يا أيمن نفس السؤال كل شوية وأنت عارف إني ما عنديش إجابة. طب انا عايز اروح اطمن على امي واخواتي. شايف هتروح هناك دلوقتي اكيد مراقبين البيت. فيها يا يوسف؟ انا راجل البيت يا عم، وبقالي يومين غايب وما عرفوش عني حاجه. طب بمكالمه تليفون. مكالمه تليفون ماشي، بس بعد ما اتكلمهم تخلص خلاص. ايوه يا اما، والنبي بالراحه، انا مفيش حاجه زي الفل. أنا بس جات لي سفرية وما لحقتش بلاقيك قبليها. هتكون فين السفرية يعني؟ أمستردام؟ بني سويف ياما. بقول لك إيه، مش ناقصة تقطيم بقى؟ لما أرجع لك يا ستي بيعملي فيها اللي أنت عايزاه. المهم بس، المهم، هو ما حدش جه سأل عليا اليومين اللي فاتوا؟ خلص؟ طب الحمد لله. خلي بالك من نفسك ياما أنت وإخواتي والنبي. يلا سلام. تمام كده؟ الحمد لله يا اخويا، محدش جه ولا حد سأل عليا. يا ريت بقى تنفذ اتفاقك
ما اسمعلكش صوت خالص. حاضر. وانت بتكلمني يوسف، انتوا فين؟ انا لسه في الشارع، انا قلت بس اكلمك اطمن عليكي. انا الحمد لله. قولي. عايز اشوفك. مين معايا؟ لف وتعالالي، انا طاهر عم هاله. مش انت اسمك يوسف برضو؟ ايوه، لكن ما لكنش، انا مستنيك. ايه يوسف، حكايه صعبه قوي انها تصدق، مش كده؟ لو خدمت زي في جهاز امني كبير كنت هتشوف حاجات اعجب من كده. ايوه، بس المشكله دلوقتي ان انا مستهدف من اكتر من جهه، في اكتر من طرف بيدوروا عليا، في ناس بتعمل نفسها انها بتساعدني، أنا مش عارف أخاوم مين وأمن لمين. اللخبطة دي منطقية، كان لازم تبدأ الخيط من أوله. إزاي يعني؟ رأفت الراوي. رأفت الراوي؟ أنت كلمت مين أول ما فوت من الغيبوبة؟ أول حد كلمته حملة رأفت الراوي، وهم اللي بعد كده دلوني على وائل ونوح عباس بعد كده. وبعدين اتنين جريوا وراك كانوا عايزين يخلصوا عليك. فعلا؟ عرفت معنى إيه؟ معناه ان حملة رأفت الراوي التليفونات بتاعتها متراقبة، او تلاقيهم زارعين حد جوه الحملة بيبلغهم باخبارك اولا باول. منطقي جدا. ده زائد ان في نقطتين احنا ما دورناش عليهم. اللي هما حادثة العربية بتاعت يوسف رمزي اللي انت بتقول ان هو انتحل شخصيتك. العربية دي فين؟ الحادثة حصلت امتى؟ فين محضر البوليس؟ فين الصور؟ الجثة فين؟ طب والنقطة التانية؟ النقطة التانية حادثة العربية اللي حصلت لك. العربية دي فين؟ مش معقول تكون اتبخرت. دقيق جدا برضو. احنا لو مشينا ورا كل الخيوط دي كلها هنعرف انت مين، واللي بيهاجموك دول عايزين منك ايه بالظبط. طيب حضرتك ما بتشكش مثلا ان يكون فارس عسكر ورا كل اللي بيحصل لي ده؟ يعني عايز يورطني ويجبرني ان انا اثبت براءة اخوه؟ يبقى لازم الحالة دي ندرس ملف شكل ونشوف بقى اذا كنت بريء ولا مذنب. تصدق لما حضرتك طلبت تقابلني ما كنتش متخيل ابدا انك عايز تساعدني. انا مش عايز اساعدك ولا حاجة. انت ما تفرقش عندي ببصلة. انا بساعدك عشان خاطر بنت اخويا اللي حظها سيء مع كل الرجال اللي قابلتهم في حياتها. ماشي، طيب انا همشي انا بقى. لا، انت مش هتمشي من هنا. طيب والعربية؟ العربية ما تقلقش، محدش هيدور عليها هنا. هنا في اوضة صغيرة ممكن تقعد فيها انت وصاحبك الدكتور ده اللي جاي معاك، وبعدين هنشوف بقى نعمل ايه. ماشي. منين الا اذا كنت انت اللي قلت له؟ على فكره انا ما بشتغلش لحسابه. امال بتشتغل لحساب مين؟ لمجدي؟ دكتوره انت كده بتضيعي وقتك ووقتي. عارف لو رأفت عرف هيعمل ايه؟ مصايب سودا. انا ما بلغتكوش الا لما كنت عارفه ان البت دي جايه ترمي بلاها علينا، وقلت لي انها مش هتتكلم وبرده اتكلمت. مش فارقه، ويا ريت ما تشغليش بالك بيها وما تكلمنيش غير لو في حاجه مهمه، ان كده دكتور رأفت ممكن يجد يشك فيك. Thank you.
حسين.